مرحبا بكم ليكيب توجور مع لي زايفون ولي زايباد في لي سيرفيس اي كلود اي كلود لوكر 725 يوفر لكم لي سوليسيون كل حاجه جديده في الابل. اليوم رانا مع الايباد راح نفوتها باي باس. الايباد هذه ملي جينيراسيون جديده في الام 2. تبع الفيديو للاخر كيفاش نفوتها فور باي باس في الميزاجور 17 في لي زايباد ويفي كسوليسيون مؤقت باسكو لي سوليسيون هذوما الثغرات راه ماهمش دايمين. وقلت لكم من قبل راهو حلول مؤقته ماشي تتغلق لك ولا لقطه، راهو لي سيرفيس اللي قدموهم راهو حل مؤقت في لحظه يحبسوه. اذا عندك كاش ايباد بروفيت من لوكازيون وفوتها باسكو من بعد راح تحصل فيها وما تلقاش عند من تفتح. ماهيش ثغره في الهايدوير ولا لقطه تفوتها كيما تشيك امويت، هذه ثغره في السوفتوير يستغلها لي ديفلوبر باي يفوتوا بها لي زايباد ولي زايفون. كيما شفنا الفول باي باس في الاي او اس 17 في لي زايفون من الاكس ار للكاس برو ماكس في لي ميزاجور 17 حبسوه باسكو ثغره في السوفتوير ماهيش دايما. يلقوا سوليسيون يسيبوا لك ما يلقوا سوليسيون راك تستنى. هذه هي خوتي الايباد فتحناه لليوم صحته وشنو هما لي ديفايس لي فوتو. عندك الايباد في الويفي من 2017 حتى 2023 على اخر بروسيسور ام، وعندك كيف لي زايباد سيلولار نفس الحكايه، وعندك تليفونات من الاكس ار للكانس برو ماكس في لي ميزاجور 17 راك تقدر تفوتو باي باس، يعني تفتح لك ما يقرالكش البيس، البيسه راهي ما تمشيش، تفتح لك باي باس كحل مؤقت. وعندك لي ميزاجور القدامى من الكانس حتى للساز تقدر تفوتو فول باي باس تفرماتي على نفس الميزاجور. طلع ميزاجور كي طلع ميزاجور ما تفرماتيش تليفون. الناس اللي مهتمه بالسيرفيس هذيا تقدر تتواصل معايا عبر واتساب ولا انستغرام، المقر تاعنا راهو في حاجه تي بازا، تقدر تجينا ولا تبعث لنا مع شركه التوصيل، واذا راك متمكن في الانفورماتيك نقدر نخدموك من بعيد. هذه يا خوتي السلام عليكم.